وأن نصوصا تبلغ حدا في الكسرة في السنة تحرم على المسلم أن يصدر حكما بالكفر على مسلم آخر بأي حال من الأحوال، والصحابة وإن اختلفوا فيما بينهم إلا أننا لم نسمع أن أحدا منهم قد رمى الآخر بالكفر على وجه الإطلاق. تناولنا الفكر المتطرف عبر تاريخ الدعوة الإسلامية بدءا من فكر الخوارج حتى التقسيمات المعاصرة للفكر المتطرف، ثم بينا جوانب الوجوب فيما يتعلق بالأئمة في مواجهة هذا الفكر، وذلك من خلال الحرص على تجفيف المنابع بالنسبة للمنتسبين إلى هذه الجماعات. 2. كشف فكر هؤلاء بل وفتح ما فيه من مخازن يستحي الإنسان أن يضع عرضها. 3. إصدار كتب أو كتيبات تقوم بتبديد هذا الفكر ونشره. 4. كذلك الحرص على إجراء مناظرات ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا لإقامة الدليل على خطر هذا الفكر، مع بيان ما يدعو إليه الإسلام من تسامح وتبرئة الدين الإسلامي من المنتسبين إليه الذين آذوه بسوء صنيعهم قولا أو فعلا، وبخاصة في الجماعات المتطرفة المعاصرة، سواء كان التطرف فكريا أم كان التطرف سلوكيا.